سعيد هو اللي كلمك وعايزك تبقى عين عليا؟ عايز يعملني عصفورة اللهبل. وانت قلت له ايه؟ خدته على قد عقله، قلت له تمام، بس الموضوع ده هيكلفك شوية، لان انا كده ببيع نفسي وانا مش ببيع نفسي رخيص. برافو عليك يا يوسف، تعملت الصح. خليك على هواه قد ما تقدر، وانا من وقت لآخر هرمي لك معلومات تقولها له، والفلوس اللي اتخدتها منه حلال عليك. تمام يا باشا، اعتبره حصل. بس هي لو مفيهاش بواخة، يعني المؤاخذة في السؤال، هو ايه اللي يخليه يعمل حوار زي ده؟ سعيد كان بيشتغل هنا زمان، وانا كنت حبيته واطمنت له، وكان عندي ثقة كبيرة فيه وخليته دراع اليمين. بعد كده لف ولعب على غالية بنتي واتجوزها، فاطمنت اكتر لانه بقى جوز بنتي، وحكيت له عن كل اسراري. اسرار ايه بقى؟ مش مهم، المهم انه طلع وخني، ولولا ان غالية كانت على ذمته انا كنت فرمته. طب ما يتفرم دلوقتي يا باشا، ايه اللي يمنع؟ ولما رامي يكبر ويسمع، او بلاش يسمع، يعرف ان جده خلص على ابوه، تفتكر هيسامحني؟ كونه اتصل بيك ده معناها انه بيدبر لحاجه كبيره قوي انا معرفهاش، بس مش مهم. يا خبر النهارده الفلوس، بكره يبقى ببلاش يا باشا. عن اذنك يوسف، خلي بالك. تعيدوا يا باشا، انا لما جيت حكيت لك الموضوع ده ما كنتش طمعان في قرشين. الحكايه ما فيها ان انا ما بعضش الايد اللي اتمدت لي. متشكرين يا باشا. نادين الساعه كام معاك؟ انا اسفه بجد يا مدام عزه، اتاخرت شويه. نادين بطلي الكلام ده، دي مش اول مره تتاخري فيها. معلش انا اسفه، مش هيحصل تاني. وده بالنسبه للتاخير، انما بالنسبه بقى للمكتب، ناويه تنزلي فجاه من غير استئذان؟ لا معلش مية، بس كنت تعبت شويه فجاه وكان مش ما كنتش اقدر استنى. انا اسفه. انا لاخر لحظه بحاول ان انا احافظ على الناس اللي معايا، ساعديني ان انا اعمل ده. ممكن؟ حاضر. ايوه يا سيدي، انا اللي هاجي لك بنفسي. انت مالك؟ انا قلت لك معيش حد في المحل. انا جاي لك اهو. يلا سلام. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا زيزي؟ ازيك يا مقدم؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ تمام. وشك نور اهو. كويس ان انت اتشجعتي ونزلتي. كله تمام؟ الحمد لله تمام. طيب انا هروح مشوار انا وفاروق، ونيجي سوا كلنا. ماشي. الحمد لله على السلامه يا جيزي. الله يسلمك يا فاروق. ربنا يخليك. كده صباح الفل. صباح النور. بصي انا عايز انسيال، بس ما يكونش فيه شغل كتير، حاجه كده تكون سيمبل على ذوق القمر. هو لسه بطلعها الجداد. اتفضل. ده حلو قوي ده. دوت حلو بس مش سيمبل قوي يعني. لا جامد جامد بصراحه يعني. ودوت كمان. لا ده هايل الموت. تعرفي انا باجي اشتري من هنا مخصوص علشان تختاري لي على ذوقك. ربنا يخليك. بس انت للاسف مش واخده بالك مني. بس خير، ليه الاسود ده؟ في حاجه ولا ايه؟ حاله وفاه كده. لا البقاء لله، الباقيه في حياتك. طب انا في حاجه اقدر اقدمها لك؟ لا ربنا يخليك بجد شكرا. والله يقولي ربنا لو في اي حاجه ما اقدرش اتاخر عليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك، ده ذوقك. يلا ديبه، انا هشتري انسان. اطلع بره. يلا امين. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تطرد الزبون كده؟ افرض المهندس كان راجع وشافك، كان شكلي هيبقى عامل ازاي؟ وشكلي انا ما فكرتيش فيه، ما فكرتيش فيه وانت بتهزري مع النطع ده. ايه يا بت؟ انت مش عارفه انا بغير عليك ولا ايه؟ بهزر معاه؟ ده على اساس ايه يعني؟ ان انا مصاحباه؟ مصاحباه؟ انا هتقلم صاحباه؟ والله العظيم تلاتة لولا الظروف اللي انت فيها انا كنت عملتها معاكي. خلاص يا ديب، ستتني، قعدني في البيت يا اخوي، ولو شفتني نزلت الشارع حتى ولا بصيت من الشباك بكسر لي رجلي. الصبر، قلت لك الجواز مش سهل. ايه الصبر؟ الصبر يا بنت الناس. وانا بقى السنين بتعد بيا والعمر بيجري وانت ولا في دماغك، فلو تعلن عليا يا ابن الناس خلاص نفضها سيره احسن. نفضها سيره؟ ماشي يا جيجي، نفضها سيره. انا اعتبر الكلمه دي ما اتقالتش. انا لسه برضه مراعي الظروف اللي انت فيها. انا بقى ظروفي زي الفل، انت اللي بتزوغ من الكلام. بزوغ من الكلام؟ لما اقول لك عايزين نطلع من العيشه اللي احنا عايشين فيها دي، يبقى انا كده بزوغ من الكلام؟ ايه عايزه تعيشي في الفقر؟ وهنطلع من الفقر ده ازاي ان شاء الله؟ طبعا هتقولي لما اسافر وارجع، مش كده؟ يا جيجي لما اسافر، هو ده اللي في دماغي ومش هغيره. هسافر. حلو، تسافر انت واستناك انا هنا، مش كده؟ وبعدين تبعت لي وتقول لي شوفي حالك يا بنت الناس، ما تستنينيش. لا ديبو مش هيحصل. سفر وتسيبني ملطوعه هنا مستنياك مش هيحصل. وانت بقى ودماغك. مفيش فايدة. والنعمة ما صدقت نفسي، لقيت جيجي داخلة عليا وبتقولي إن هي خارجة النهاردة عشان. ماشي، يبقى نتكل على الله وننزل نشتري الشبكة النهاردة. صحيح يا حبيبي؟
حبيبك؟ اه حبيبي، حبيبي ونور عيني كمان. وانا ليا حد غيرك؟ اه ليك يا موح، ليك امك ولا ايه؟ امي دي امي، انما انت روحي، الهوى اللي بتنفسه، عيني اللي بشوف بيها يمين. الكلام الحلو ده. طب اقول لك على حاجه، بس ما تقولش عليا عبيطه. قول عبيط. انا كنت بتسحب كل ليله وادخل اتفرج عليك وانت نايم، ابص على حته حته فيك، املي نظري منك. كنت ببقى حاسه انك وحشني قوي، حتى يعني وانت مسيني بعلقه ومصبحني بعلقه. عارفه بنت موحة، انا بقى ما كنتش بعرف انام الا ما اقعد افكر فيكي، بس لما الموضوع كبر مني قلت مالك يا دميمي، ما تصبر، مالك بقيت خرع كده ليه؟ بس برضه ما قدرتش، برجع تاني افكر فيك عشان اعرف انام. انت عارفه انت الوحيده اللي كنت مزعلها، ما كنتش بسامح نفسي ابدا، وكنت لازم ارضيك قبل ما انام. يا لهوي يا لهوي يا بنت، في ايه؟ ما تظبطي. هو في تظبيط بعد اللي انت قلته؟ انت عارف يا ميمي ان انا ما كنتش حاسه اني عمري هسمع منك الكلام ده، حتى بعد ما تدخل عليا. ليه يا بنت في ايه؟ قالولك عني ايه؟ ده ميمي برضه عندليب. عندليب قلبي. احنا مكتوبين عشان بعض يا رايق، مش كده؟ طبعا، وانا طول عمري متاكد من كده. بحبك قوي. انا بموت في الطلبه اللي انت مش عارف. ايه يا عمتي، في ايه؟ في ايه يا عمتي؟ في ايه ياما؟ ده كان هيبوسها هيبوسها. بسيتك عقربه فين حبايه عيني؟ يبوس مين يا بت؟ وانت يا واد انت قاعد متسهو متنحنح كده ليه؟ ايدك فين؟ شيل ايدك دي يا عمتي. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه في ايه؟ بتستغفلوني يا ولاد الكلب؟ اخص عليكم، يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. اه ياني 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 ياني. اهدي يا عمتي، اهدي. في ايه ده؟ احنا كاتبين كتابنا. كان بيقول لي على الشبكه ياما، عشان ننزل نجيب الشبكه ياما. والنبي لو انتوا نويتوا خلاص. طب والله كويس انت فاكره عمتي، انا وينا؟ طب ما تزغرتي يا بنتي يا موحة، خلي الدنيا كلها تعرف. يا عمتي اهدي، مش وقته. ما ينفعش نزغرت يا عم، البيت متنكس. متنكس؟ طب نزغرت بشويش يعني، ما دام البيت متنكس نزغرت بشويش. زغرت بشويش. اه بس الست لقيتهم داخلين قدامي بيسالوني، ها فكرت ولا لا؟ وانا اصلا مش في دماغي. ازاي يا بابي مش في دماغك؟ بالعكس يا بابي، انت لما تبقى عضو في البرلمان ده معناه ان هيبقى عندك حصانه سياسيه، وبكده هتقدر تدخل وتخرج اللي انت عايزه من غير ما حد يقول لك اي حاجه. ده غير بقى ان انت هتبقى قريب من الناس التقال وشويه علاقات معاهم، مش هنحتاج واحده زي فريده. ولا انت عايزنا نفضل دايما تحت ترسها؟ باباكي كبر يا غالي، ما بقاش حمل لا سياسه ولا قرف. فعلا السياسه ده وجع دماغ، ما اعرفش ده ايه ولجنه شعبيه فين، وانا اصلا مش في اللعبه دي خالص. اظن عارفه مصلحه بابي كويس، مش مستنيك انت عشان تقولي لي ايه اللي ينفعه اقوله دول. شايف؟ شايف يا شيري بتعاملني ازاي؟ شايف؟ يلا يا عصام على المطبخ. انا اصلا ما قلتش حاجه يا غالي، انا هتكلم على الدوشه اللي في الموضوع، وخصوصا الراجل مرشح نفسه قدامي تقيل قوي في اللعبه، ونزلت قدامي هبقى بخبط فيه. يا بابي افهمني، الناس دلوقتي بقى عندها وعي، عارفين يفرقوا بين الصح وبين الغلط، والنهارده كل يوم في حملات بتتعمل ضد الفلول. يعني الراجل اللي اسمه هلال الدهشوري ده مش هيقدر يقف قدام حركه التغيير، فاهمني؟ وفرنس انت خسرت فلوس الحمله؟ لا مش هتخسر فلوس الحمله، دي امرها سهل جدا، عشان الناس هم مرشحينك، وده معناه انهم هيدعموك. يعني بشويه فلوس منك على شويه فلوس منهم الامور هتمشي، وساعتها بقى لما تبقى نائب الدايره الخير هيعم على الكل. هم فاهمين كده كويس. بقول لك ايه يا غالية، ما تكبريش الموضوع في دماغي والنبي. يا بابي الموضوع كبير لوحده، انا مش فاهمة ازاي مش مديه اهتمام. ده انت راجل تاجر وصياد، يعني عارف تاكلها منين. شايف كده؟ انا مش شايفه غير كده، بس عدت الليل. فين ايه؟ ما لقيتش اي حد هناك ولا حتى فلوسي، مش عارف، كل اللي كان معايا راح في لحظه، ودينا اهو رجعت للصفر من جديد. ولا يهمك خالص، المهم ان انت بخير. الفلوس دي امرها سهل يا راجل، ان شاء الله هتشتغل وهتعوض كل اللي راح منك. المره دي مش سهله يا ابويا، انا حاسس ان في حد مبلغ علينا. يا راجل حد مبلغ عليكم ايه بس؟ ازاي الكلام ده؟ مش عارف، بس الحكومة مش هتيجي لغاية المحل وتجري ورايا إلا لما يكون عندها إخبارية، وأنا دلوقتي مش هينفع أشتغل في أي حتة، أكيد دلوقتي بيدوروا عليا وقلبين الدنيا. والله يا أخي أنا مش عارف أقول لك إيه، بس إن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام. طب أنا عاوز منك خدمة، الشغلانة اللي أنت قلت لي عليها لو ينفع بس.
يا سيكا يا سيكا، الشغلانه دي كانت امبارح، اكيد النهارده طبعا في حد اخذ مكانك. اه طيب، انا مفيش مكان اروحه دلوقتي، وانت عارف معيش فلوس، لو ينفع بس ابات عندك ليلتين لحد ما ادبر اموري. سيكا والنبي ما تحرجنيش، انا مش عايز مشاكل. لا لا انسى موضوع المشاكل ده نهائي، هما بس ليلتين لحد ما اعرف انا هعمل ايه، مش هتشوف حبيبتي تاني. ماشي، بس شايف دول ليلتين بس. ماشي، وانا مش هنسى الجميل ده ابدا يا عم يحيى. شكرا. في الهوم يا حبيبي، في الهوم. انت اكيد بتهزر يا سن. سابق قبل كده وهزرت معاك في شغل ولا في غير شغل حتى؟ ما حصلش، بس يعني مش غريبه قوي ان الجنرال بجلاله قدره يطلب عمليه بسيطه زي دي، ده اي حد ممكن يعملها. اقول لك على حاجه، الناس من الضنك اللي هي عايشه فيه ممكن تعملها، فاهمها لي بقى. مش شغلتك، مش شغلتك انك تفهم بسبب لكل حاجه. شوف يا ديمو، احيانا في حاجات بتحصل بتبقى صغيره قوي بس في تاثيرها بتبقى كبيره قوي، اكبر حتى من مستوى فهمك. وفي النهايه مش شغلتك انك تفهم، انت شغلتك انك تنفذ اوامر الجنرال وبس. مفهوم يا سيدي، مفهوم. كلام اللي انت قلته لي اخر مره ساعه موضوع التمثال انا ما بلغتوش للجنرال، اعتبرته مجرد كلام، كلام في الهواء في لحظه سرحان. بس مش كل مره اعتبر كلامك كده، وخد بالك كويس قوي من كلامك معايا. تمام تمام يا سيدي. دي صور الأرض كلها، يا ريت حضرتك تبص عليهم بقى واحدة واحدة. أنا خلاص اتفقت مع صاحب الأرض، ما فاضلش غير أنتوا تروحوا تشيكوا عليها. بس أنت متأكدة إن الأرض دي ممكن يكون فيها حاجة؟ أنت عارفة الأجازة والناس اللي بتيجي بيكلفونا كتير. أنا من نظرتي متأكدة إن هي فيها حاجة. مع احترامي الشديد، إيه اللي بيأكد لك نظرتك دي؟ يا فندم أنا متخصصة في تاريخ الآثار، واعرف كويس قوي ان الفراعنه ما بيختاروش لا اي ارض ولا اي مكان عشان يعملوا مدافنهم عليها. الدفن عندهم ليه مواصفات خاصه جدا، هما مش مجرد ناس يعني بيحفروا ويدفنوا وخلاص. وبعدين دي مش اول مره اطلع اثار مدفونه، التربه بتاعت الارض دي فيها تشابه كبير جدا بين الاراضي التانيه اللي طلعنا منها اثار قبل كده. اتمنى لو يكون فيها، واسف جدا لو فهمتي سؤالي غلط. ولا يهمك، طبعا انا مش محتاجه ان انا افكر حضرتك في موضوع العموله. مش هنختلف ان شاء الله، مش هنختلف. طيب لما الناس اللي عند حضرتك يكونوا جاهزين يا ريت تبلغني. اكيد ان شاء الله. افرد كده يا كابتن، افرد افرد. الله ينور عليكم يا رجاله. يا باشا دي يا باشا هتبقى للشارع، وهيبقى في واحده على اليمين واحده على الشمال. برافو عليك يا يوسف، تعالى انا عايزك جوه شويه. تحت امرك يا استاذ. عايز فيها خرام عشان الهواء. خير يا باشا؟ عايزك تعدي على الراجل بتاع السياحه، عندي هديه صغيره عايزك تديها لي. حاضر. بابي انا عندي مشوار صغير كده هخلصه واروح من بره بره. اوكي يا حبيبتي، باي. اوكي روح. باي. ده الصح منه يا باشا، عشان نأمن نفسنا من اي لبش ممكن يعمله الدهشور. صح. هدية ايه؟ ماشي يا باشا، انا هلفها لفه تمام واجري على هناك على طول. عن اذنك، مع السلامه. انا ماشي يا فادي، راح التمرين. عايز حاجه؟ استنى يا عم كده، انا عاوزاك. ادي قاعده يا ستي، قولي. مش هفكرك باللي اتفقنا عليه. ايه بقى اللي اتفقنا عليه؟ الرولز. رولز؟ رول نمبر 1، اللي عينيك شافته هنا محدش تاني غيرك يعرفه. نمبر 2، شرب كتير في اي مكان ما يحصلش، لانك ممكن تسكر ولسانك يفلت. ماشي. معاملتنا هنا انا اللي هحدد ميعادها مش انت. اوكي يا حبيبتي. تليفونك اول ما تدخل هنا يكون مقفول، ويا ريت تشيل بطارية. ماشي يا روحي. عايز حاجة؟ أشوفك بالليل؟ أوكي. هو أنت ليه دايماً قاعد لوحدك؟ أنا؟ بتيجي لوحدك وبتقعد لوحدك،
تمشي لوحدك مش غريبة شوية ولا؟ غريبة جدا، غريبة. والشيء الغريب فيها انك تلاقي حد مركز معاكي وتحس انه مراقبك. لا انا مش براقبك، ما تخافش، مش قصدي. وانا كمان ما اقصدش، بس يعني اقصد يعني انها غريبه شويه ان يبقى في حد مركز معاكي وشايفك قاعد لوحدك ومخلي باله منك وحاجه كده. يعني طبيعه شغلي بتخليني ابقى دايما واعيه من الناس اللي حواليا. انت بتشتغلي ايه؟ مذيعه. احتمال ابقى مذيعه، مش متاكده لسه. قول ان انا خريجه اعلام. اقول طب يعني ليه احتمال تبقى مذيعه يعني؟ عملت انترفيو مستنيه النتيجه وعندي احساس ان هم هيسقطوني. انا دايما عندي حساسيه، ما تخونيش. كمان عندك الحساسيه؟ كويس. مين صاحب المحفل؟ لا ماليش في الوسايط وكده، فمش انا ما قلتش وسايط. في حد قال وسايط هنا؟ ما قلتش وسايط. مين صاحب المحطه؟ واحد اسمه فريد منير. تمام، فريد منير. هل هو ايه اللي حلو؟ اسمه؟ طب مش عايز تعرف اسم انا؟ طيب انا اسمي دياب. ديبو. ديبو. انا اسمي امينه. ازيك يا امينه؟ ليه ما جيتش تسلم عليا قبل كده؟ احنا غنينا مع بعض هنا مره، فاكر؟ فاكر. وعلى فكره صوتك حلو جدا. بعد ايه؟ انا بس ممكن تلاقيني يعني أكسف جدا. طيب مرة جاية متكسفش. حاضر. حاضر. يا رأيهم ده كل مرة بقى هتسافرلي فيها هتقعد لي بالأسبوعين والثلاثة؟ ده غصب عني، ما أنت عارفة شغلي. يا سلام. طيب المرة الجاية بقى هعرف أنت فين وأجي أطب عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ هتقوم! انت ايه اللي دخلك هنا اصلا؟ هتقوم! يلا! ايه اللي بيحصل؟ يلا! ايه ده؟ واخدتها على فين؟ انصور باشا. ازيك يا ديبو؟ اخبارك ايه؟ كله تمام يا سعادتك. اخبار الانتخابات معاك ايه؟ لا انا لسه المرحلة التانية، اما نشوف. اكتساح يا باشا، ان شاء الله اكتساح. ميرسي يا ديبو، قول لي اخبار المكان ايه؟ حلو ولا هنتعكنن؟ عكنن ازاي يا باشا وديبو موجود؟ على فكره وجيه المنياوي قطعت لك رجله من هنا خالص. احسن. ميرسي يا ديبو، ما تحرمش منه. اتفضل يا باشا، اتفضل سعادتك. اتفضل. يا ميمي، ازيك يا صاحبي؟ ايه بقيت على العيال؟ جايين يعني. ماشي يا صاحبي. سلام. اتفضلي امضي يا مدام. اتفضلي امضي. تحب نجيب الوالد يستلمك ولا؟ لو سمحت كفايه قوي بقى لحد كده، ملهاش لازمه الفضايح. شريف باشا. ابو حجاج. وعيني باشا فيك. تعال. في ايه يا مدام غالي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ يوسف الحقني، يوسف الحقني. ايه اللي حصل؟ تطرفوا بعض يا يوسف ولا ايه؟ يا باشا استاذن معاليك يا باشا في كلمه بره. زي ما بقول لك كده يا دهش، اول ما جالي الخبر ده قلت لازم اقول لك عشان تبقى عامل حسابك. انت متاكد من الكلام ده يا سعيد؟ عيب يا دهش، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. الله، هو من امتى الشيمي بيفكر في الانتخابات دي؟ لا هي لعبته ولا بيفكر فيها. يا بيه البلد حلقه تشقلب، واللي ما كانش بيفكر زمان عينه بقت قد كده وبقى طمعان فيها دلوقتي. اه والله والله، وطمعت يا شيمي. ماشي، هو فاكر بقى ان شويه العيال اللي حواليه هينطقوه وينجحوه في الانتخابات. شفت انت بقى ازاي الكلام كده؟ انا شفت، لكن هو لسه ما شافش. والله العظيم لو وريه النجوم في عز الظهر الفرجه هتبقى للكل. يا رب.
يا يوسف. على ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا بس كنت عايز اقول لك انه الموضوع ده بالنسبه لي كانه ما حصلش. يعني لا هجيب سيره لحد ولا للشيمي بيه ولا لغيره، انت عارفين انا راجل في كلمتي. فاليا بلاش تعيطي، امسحي دموعك كده وابتسمي وخشي عادي كأنه ما حصلش حاجة. ها؟ عايزه افهم حاجه دلوقتي، لما اللجنه تقول لي ان انا رقم واحد من مرشحين المذيعات وانت تيجي تقول لي ان انا سقطت، انا اعمل ايه دلوقتي؟ بص يا انسه، اللجنه من الاخر بتدي توصيات مش اكتر، لكن القرار النهائي بيبقى من مستر فريد صاحب المحطه. وبدام القرار النهائي جاي من صاحب المحطه، يبقى انتوا لازمته ايه بقى ان انتوا تنزلوا اعلانات والانترفيوز والكلام الفاضي ده كله؟ ولا انتوا بتحبوا الشكليات بس، ولا هو ايه بالظبط؟ والله علمي انا هنا مش اكتر من سكرتير وبس. طب انا عايزه اقابل مستر فريد ده. مش ممكن، ما ينفعش حد يقابله بدون مواعيد سابقه وقابليها بمده كمان، ده غير ان هو الوحيد اللي بيقرر يقابل مين وما يقابلش مين. طيب الاقي معاك ورقه؟ اه طب اتفضلي. الى الاستاذ فريد، طز في سيادتك، وصل له دي لو سمحت. ايه يا ام عاطف انت ايه؟ مفيش حاجه غيرتك؟ الثوره ما عملتش فيكي حاجه؟ اتقل شويه يا ام عاطف. يا جماعه يا جماعه، اللي سلم بومبا امبارح هو اللي هياخد النهارده، اللي ما سلمش هيستنى معانا شويه. بكام يا نهر؟ ب 8 جنيه يا ستي، يعني ب 8 جنيه، يعني وداعا لغلاء الاسعار، يعني وداعا لبابور الكاس، يعني بالصلاه على النبي كده كله هيطبخ النهارده، وريني كده يا ستي. اهو النبي يا نهر اهو من امبارح. بس انا حاسس ان البون ده مزور. ليه يا نهر؟ هتيجي انبوبه برضه، خدي واحده. ماشي يا نهر، خدي واحده تعالى. حسيت لنا فيها يا ام عاطف؟ ايوه يا باشا، امر يا باشا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس سقطت في الامتحان. أنا مخنوقة قوي. عادي، كلنا مخنوقين. لا بس أنا مخنوقة بجد. تصور يسقطوني عشان ما عنديش توصية من حد. وإيه الجديد في كده؟ بلدك كلها ماشية بالطريقة دي. هو أنا المفروض أعمل زي الناس عشان أعرف أعيش؟ هتعيشي كل حاجة، بس هتزعبي شوية. طب لو التعب ده بيجيب نتيجة تمام. بس
بستغرب قوي، بستغرب ليه ما ينفعش الحياه تبقى ابسط من كده؟ ما تشوفني انا بعرف اعمل ايه، ومش مهم انا بنت مين ولا جايه منين. زي المكان هنا مثلا، ما الناس عادي قاعدين مع بعض وبيتكلموا وبيحكوا، مش لازم كل الناس تعرف تفاصيل حياه الناس اللي حواليها. زينا احنا يعني، ما انا ما اعرفكش قوي، انا حاسه ان انت بني ادم كويس، وهو ده اللي انا محتاجه اعرفه. صح ولا انا بقول اي كلام ولا ايه؟ يمكن يكون صح، يمكن. انا دلوقتي مقتنعه ان هو صح، وهقعد اطبقه في حياتي لحد ما يثبت فشلته. اوكي، مش هبقى مذيعه في الصحافه، كتابه على ما اظن بقى، دي ولا فيها وصيات ولا محسوبيات ولا نيل. ابويا دايما كان بيحكي لي عن واحد كان بيجي يسرع عنده في الشغل. الواحد ده ما كانش معروف ولا حتى مشهور، بس اي حاجه بيكتبها كان بيتاثر بيها الناس في كل حته. عادي، دي ضريبه الكتاب، مفيش حد يعرفهم غير المهتم بيهم. لا، ده كان مشكلته انه مفيش حد يعرفه خالص، لا المهتمين ولا غير المهتمين. المهم صاحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير، رئيس تحرير جورنال من الجرايد، انا حتى مش فاكر جورنال ايه. كان رئيس التحرير بيقول له اكتب لي مقال عن كذا وكذا وابعته لي على البيت. كاتب من الباطن في الضلمه يعني. المهم تقدري تقولي ان رئيس التحرير كان بيديله فلوس على المقالات دي كل اسبوع، كان يجي يسهر عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليله واحده بس كل اسبوع، وهكذا الحياه. يعني قصدك تقول ان حتى كتابه فيها كده برضه؟ اي حاجه فيها كده. لا، ما تقولش ان اي حاجه فيها كده، ده واحد قرر ان هو يبيع روحه من الاول، خلاص هو حر. ده ما كانش اختيار، ده كان اجبار. الظلم والفقر والعوزه بيخلوا اي حد يعمل اي حاجه، صدقيني. المهم بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال، او تقدري تقولي رفدوه، صاحبنا بقى خالي شغل، بقى ماشي في الشوارع يكتب على الحيطان انا الكاتب الاصلي، انا اللي عملت فلان الفلاني. مش هتصدقه، مش هتصدقه. عشان كده البساطه اللي بتتكلمي فيها عن الحياه مش حقيقيه، مش حقيقيه. في ناس في الحياه بتاخد اماكن ناس، في ناس بتقتل احلام ناس. خلاص بقى نظام اتعودنا عليه، قانون ماشي على كده. افهمي، عارف انا لو اطول فريد منير ده عملت فيه ايه؟ تعملي فيه؟ مش عارف، بس اكيد هعمل حاجه تضايقه. طب يا ستي، الفريد بتاعك ده بيسهر عندي في الشغل، وبتعالي في اي وقت بيجي وهتلاقيه هناك. سلام. استنى نتكلم في الموضوع ده. يا باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرايق بتاعي. صباح الفل يا هيثم باشا، نورت المنطقه. ازيك يا دفعه؟ الانابيب دي منين يا رايق؟ بتاعت الناس يا باشا، اللي بيفضل نملاه وناكل فيه لقمه عيش. انت عارف سعر الانبوبه بقى بكام دلوقتي؟ وبتملوها بقى منين ان شاء الله؟ مستورد يا باشا، مستورد. هنعمل ايه بقى؟ اكل العيش مر يا باشا. ما يلزمكش انبوبتين على البيت. صحيح ما يلزمكش، بس انتوا بتوع الغاز الطبيعي. عشان انا كنت عايز اوجب معاك من غير اي حاجه والله. لا تشكر يا اخويا، واجبك وسط. نورت يا باشا. اطلع يا ابني. نورت يا عم الدنيا. عارف يا يوسف، وحامل منك كمان، وكمان مش عايز تعترف بيه؟ ليه يا ابني كده؟ بتعيد موال ابوك تاني ليه؟ ده انا اللي ربيتك وطلعت كأنك شارب مني. مش مكفيك المرار اللي عشته وعيشتني معاك في عمر بحاله، جاي تبتدي من الأول وجديد تاني في ابنك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ديبو رحت فين؟ يا عم انا معاك اهو. لا يا ابني انت مش معايا خالص بصراحه، انت جاي تقعد مع نفسك او منزل انا؟ لا لا انا عايز اقعد معاك، انا بس سرحت منك شويه. سرحت في ايه خير؟ اقول لك يا عمي، هو انت ام يوسف ايه يعني؟ ايه ايه الموضوع يعني؟
ناويين على ايه؟ شوف يا ديبو، انا زي ما قلت لك قبل كده، الست دي انا ممكن اكتب عليها النهارده قبل بكره، بس انا عارف ان مشكلتها ابنها، خايف اتكلمها، وانا متاكد بقى ان عمرها ما هتقدر تكلمها. يعني انت عارف انها عمرها ما هتكلمه وراضي بكده؟ طيب يا ابني، لاني مقدر مفوضيتها. طب بقول لك ايه، لو حصل يعني افتراضا يعني خلاص هي وافقت وابنها وافق كله بقى تمام، وبعدين رحت لها قلت لها ما ينفعش خلاص ما بقاش ينفع، قلت لها اي اسباب، هتعمل ايه هي؟ من غير اسباب يا ديبو ولا هتعمل حاجه يا ابني. تعبيط يا انا، هو في حد بيغصب حد يقعد معاه غصب عنه؟ لا يا عم ما ينفعش، محدش بيقعد مع حد غصب عنه، بس يعني منظرك هيبقى ايه قدامها؟ بقول لك لما تجيلي دغري وتقول لي انت عايز توصل ليه من الاخر؟ تفضل طول عمرك تحلف انك نفسك تعمل الحاجه دي، واول ما تعملها تلاقي فجاه حصلت لك حاجه تانيه خالص. حاجه احلى؟ مش حكايه احلى ولا وحش، حاجه وخلاص. منظرها يبقى ايه؟ انت بتسالني انا؟ اسال نفسك يا ديبو، اسال نفسك. وحشاني يا سونا يا حبيبتي، وحشاني قعدتك الحلوه. وانت كمان يا زوزه يا اختي. عقبال بناتك. من بقك لباب السماء يا حبيبتي، في حياتك ان شاء الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا كنت يعني عاوزه اطلب منك حاجه كده، بس الحقيقه كنت محرجه يعني منك. محرجه؟ تحرجي مني انا؟ ده احنا اخوات يا زوزه. كنت عاوزه يعني لما البت سماح تتجوز الرايق يعني اقعد عندك يومين، عشان انت عارفه الجواز بقى والحاجات دي عايزاهم يرمحوا في البيت كده براحتهم. طب تصدقي وتامني بالله؟ لا اله الا الله، كانت على طرف لساني وكنت لسه هقولها. يا حبيبتي اصيله والله يا سونا، الوانة اللي كنت خايفه لا تقل عليكي. اسم الله عليكي يا اختي، تقلي عليا؟ ده ما شدتكيش الارض تشيلك الكنبه. كنبه؟ اه يا رجاله، جرالكوا ايه؟ في ايه مالكم؟ يا ده في ايه؟ واحد كان طمعان في التمثال والتاني بيوزع له عربيه انابيب مش كام انبوبه وخلاص، هو في كده يا راجل؟ اتهدى يا عم ديال، الناس يا اخي مشتاقه لريحه البوتاجاز. لما جنرال يعرف اللي احنا عملناه الناس دي هتنفعنا بحاجه؟ هو يعرف منين وكان عددهم؟ بعدين احنا عملنا اللي قالنا عليه، غير كده ملوش فيه. مين يفهم؟ افهم يا جدع انت، لما ندوس على شغلانه تبعه يبقى احنا كده بنعمل مصلحه من وراه، هو لو عرف مش هيسيبنا في حالنا، صح ولا غلط؟ يا عم الحكايه لا صح ولا غلط، مفيش حد هنا ممكن يقول له الكلام ده، احنا بس اللي بنشوفه، ومش احنا كمان، انت لوحدك اللي بتقابله. يا يوسف محدش ضامن اي حاجه، ممكن تبقى الليله دي كلها تستاهل، بيمتحننا يا اخي. بقول لك يا دياب، اللي حصل ده احنا اللي لينا مصلحه فيه ولا الشغال يا راجل؟ الناس تعبانه وكفرانه، كل يوم من صباحيه ربنا واقفه في الطابور وشايل الانبوبه في دماغها، وفي الاخر بيرجعوا ايد ورا وايد قدام. اوعى تفتكر ان الجنرال ده بيعمل كده عشان خاطر الناس، ولا بياخد الانابيب ويوزعها في حته ثانيه؟ لا يا صاحبي، ده بيعمل كده عشان عطش السوق. بيعمل كده عشان يكسب الناس ويدوس على دماغهم. وبعدين اسال اي حد في الحاره اشترى مننا، احنا بعناها بحقتها 8 جنيه ولا مليم زياده، يعني لا سبوبه ولا مصلحه. امي طلع لها انبوبه؟ حصل. ولسه في شويه انابيب جوه الحبايه. ماشي. يا عم يوسف، الناس اتبسطت؟ وبيدعوا لنا. تمام. ياكش يولي على الجنرال، لابو الجنرال كمان. خليها على الله.